السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله يا سادس حناخد مرات على وحدة الكسور العشرية والأعداد العشرية. الآن حناخد أول سؤال بالنسبة لي. طبعا أنت فاتح الكتاب معي، فاتح الكتاب معي صفحة واحد، صفحة 95. السؤال الأول بقول لي اكتب الكلمات كل مما يأتي. احنا اتفقنا ان لما اقرأ من اليسار، اتفقنا لما اقرأ من اليسار. في طلاب اكتبوا لي زي هيك الرقم حكتب لك اياه، في طلاب بيكتبوا لي اياه من اليمين، اكتبوا لي رقم من اليمين. وهذا اللي حكي شوف بقول لي كانوا 54 و35. شو 35 و254؟ دير بالك يا سادس انا بقرا من هون، وانا ما طلبت منك تكتب 35 زي ما حكيت لك، اكتب لي اياها كتابه 35 صحيح او عدد صحيح، و بحط الفاصل بشكلها وعادي رقم عادي 284. بعد واحد اثنان ثلاث اربع اصفار حتى هذا الصفر له قيمه يا جماعه. مش تقولوا لي والله بس كتبت لي 204 ومنون، تقولي لي من 1000 خطا يا بس، من 10000، من 10000. هذا الحكي حكينا 100 مره بنعيده بنزيد. هذا السؤال رقم الف اللي هو الف رقم واحد. عندي باء حاكتب الرقم بالشكل هذا، هي باء الاصفار الها قيمه، الاصفار الها قيمه. باجي هون بقول 140 صحيح و 2 من وين؟ اربع منازل. دير بالك مش منزله واحد، يقول لي من 10، من 10000. وبعيد وبنزيد هذا الحكي، اكثر من هيك ما بخرج معنا. انتبه يا مس، يجي هون طبعا حقرا الاعداد كمان مره، بقول له 5 صحيح و 19، شايفين من 1 2 3 4، من 4 اصفار اللي هي 10000. دير بالك من هذا الحكي. السؤال رقم 2، طبعا هذا الحكي مراجعه سريعه لك. القيمه سؤال رقم 2 صفحه، نفس الصفحه طبعا. ما القيمه المنزليه للرقم الذي تحته خط؟ انا حاكتب لك بسرعه الارقام، حط لك اللي تحته خط. اخر شيء هاي الف، هاي باء، هاي جيم. باجي بس اللي تحته خط، ايش اعطاني اللي تحته خط؟ خلينا نشوفه نتاكد منه. هون 5 حاطه تحت خط، وحاطه تحت الواحد خط، وحاطه تحت الايش؟ بس 8 خط. اول شيء بدي اعيد وازيد كاني بشرح لك الماده من اول وجديد. اول شيء، هل هو في الاعداد الصحيحه او في الاجزاء العشريه؟ بتقول لي بس الاجزاء العشريه. في والله بس بيقولوا لي هذا 10 من 10 من 100 من 1000. غلط يا بس. انا قلت لك بعد الفاصله مباشره، بعد الفاصله مباشره بقول له هاي جزء من 10، هاي جزء من 100، معناته هون جزء من 100، جزء من 100. وبقول له يا مس 5 على 100 او 5 من 100. الشكل هذا، الشكل هذا بكتبه. باجي على هون، هذه الاجزاء العشريه ولا الاجزاء الايش؟ ولا الاعداد الصحيحه؟ بقولي لي الاجزاء العشريه. في الطلاب بقولوا لي هاي من 10، بقول له غلط يا مس، ابدا من بعد الفاصله مباشره. جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000، جزء من 10000، جزء من 10000. وممكن تنكتب 1 على 10000 او 1 من 10000. الشكل هذا واضح مس؟ واضح. طيب نيجي يا مس على اللي بعده. قلنا حددت هل جزء من 10، الاجزاء 10 اسفه،
او عدد صحيحه بولتيري اجزاء عشريه. يلا من هون بعد الفاصل والوصله، جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000، جزء من 1000. وممكن اكتبها 8 على 1000 او 8 من 1000. انا هيك خلصت السؤال رقم 2. انا هيك خلصت السؤال رقم 2. نيجي على السؤال رقم، شوفي سؤال رقم 3، رتبي حرتب الان، حرتبهم انا من غير ما اكتبهم. بس انت معاكي الكتاب، خليك معاكي الكتاب يا سادس، انت معاكي الكتاب وعندي الاول. اول واحد خليني اكتبهم، خليني اكتبهم لانه ما بظهر معنا. صفر، انا بحب احط زفيف وواصل، بحب زي ما حكيت احط الفصل بالشكل هذا. وفي عندي هاي اهم شيء اللي اضبطها، هاي اهم شيء اللي اضبطها على طول. اول ما اطلع عليها بقول لك استنى علي يا مس، استنى علي. هاي على طول حاعملها 4 1 5 0، بعد 1 2 3 4، 1 2 3 4. طبعا كلهم ما فيش اعداد صحيحه. باجي بده يلا رتبيها، ايش قال لي؟ تصاعديات. ايش معنى كلمه تصاعديات؟ يعني من الاصغر، الاصغر بده الاصغر. هاي صفر، هاي 4، هاي 5، هاي 4، هاي 5، هاي 4. الخمسه خليهن، الخمسه شايفينها اكبر شيء، حطهن على جنب. هون 5، هون 4، هون 0. بتقولي لي هاي اول وحده اللي هي 451 من 10000، هاي اول وحده خلصتها، شطرت خفيف. اجي هون 4 5، اسف 4، انا هاي خليتهن اخر شيء لانه في الخمسه اكبر شيء. اجي هون 4 4، 5 4، بقول له هي هاي اللي هي 4 4 0 اللي خلصت منها. طبعا اكيد بديهي اني انا احط، خليني احطها فوق، معلش هاي هي احطها فوق 5 0 4. ليش؟ عشان انا بدي امشي خلص. لا اجي هون مس، اجي هون على الكبير اللي حطيتها انا، قلت لك الخمسه هي اكبر شيء، 5 4 0. صفر هي الأكبر، الأصغر أسفل، 541 من 1000. بعدين ضايل مين عندي يا مس؟ أكيد من غير ما أحكي 541 من 1000. انتهت السؤال رقم 4، أنت اعمله على دفترك، واجب إلك. حول السؤال رقم، أنا بدي آخذ الأشياء اللي بدنا إياها. السؤال رقم 5 اللي هي صفحة 95، حول الأعداد العشرية الآتية بسرعة عادية، عشرية بدي إياها بسرعة عادية، 32 بدي إياها بسرعة عادية، خليكي معايا. هو أعطاني 32 اللي هي 32 على كم؟ 1 2 100. نعرف قلنا بس ايش عندي يا بس؟ انا عندي الان بتقسم على 2 وتقسم على 2، انا بدي احولها لابسط صوره يا بس، صح؟ لازم احولها لابسط صوره. بعدين هنا عندنا 2 اللي هي 1 16 على 2 اللي هي 50، كمان بقسمها على 2، بقسمها على 2 بتطلع لي 8 25. هاي هي عندي طلعت اخر شيء، ما بتختصر اكثر من هيك. باع 14 و26، اسف هيها 100، خليك معي 14 و26 من 100، ماشي اقول 26 على 100 وال14 صحيح. ماليش دعوه بال14 صحيح، انا اختصاري كله حيكون على 2 او على 2، بصير عندي 13 على 50 و14 من 100 بالشكل هذا. كله بالشكل هذا اللي عندي. جيم، خليني اخذ جيم 9. نيجي يا مس، انا عندي اول شيء صح بالنسبه لي اللي هي 300 و
3000 في 279 على 10000 عندي 4. طيب هاي ولا تقسم لا على هاي على 2 لا هاي ما تقسم على 2 هاي تقسم على 5 ولا تقسم على 5 بتضلها زي ما هي بتقولي لي امس في شيء اتصال مش خلص ما في اتصال ايش اعمل له من وين اجيب اختصار انا لا عادي كل اللي بخلص بقول له ما في اختصار كيف يمس على سؤال حول النسب المئوية إلى حول كل من مئات إلى نسبة مئوية إيش اتفقنا يمس اتفقنا بكلمة نسبة مئوية المقام يكون مئة المقام يكون مئة ثلاثة من مئة بيجي على باب نيجي على باب نيجي على باب 48 من 100 نيجي على جيم 625 من 100 ألف حسب تعالي معي شوي صغيرة نحكي مع بعض 3 من 100 اللي هي 3 على 100 اللي هي 3 بالمئة خلصناها هيك صح؟ نيجي على هون اللي هي 48 على 100 اللي هي 48 من 100 بالشكل هذا واضح؟ نيجي على هون هاي اللي هي 625 على 1000 مس على 1000 أنا بدي 100 شو كنت أعمل أمس؟ شو علمتك؟ علمتك اني بدي اشيل صفر انا في الرياضيات تشيل صفر على كيفك ما لا مش على كيفي عملت بالطرف او في المقام عملت شغله اعمل بالبسط شغله عملت الطرف الاول شغله عملت شغله انا شلت صفر حطيت في 15 عملت هذا الحكي امامك وقلت لك انا بدي نسبه مئويه نسبه مئويه لازم يكون 100 مش 1000 فانا بشيل صفر وحط في 15 بشيل صفر وحط فاصلة عشرين حتى لو قسمت على خمسة ما بتطلع لي مئة بشيل صفر وبحط فاصلة عشرين نعم بصير عندي 62 على مئة يعني من مئة بالشكل 62 وخمسة من عشرة بالمئة واضح؟ الآن يا مس بدي آخذ اللي هو السؤال رقم سبعة خلاص سبعة زي ما حكيت سبعة صفحة طبعا 96 مش الصفحة الثانية طبعا السؤال حول كل من 100 إلى نسب مئوية كمان بده إياها نسبة مئوية كمان بده إياها نسبة مئوية 70 على 100 70 على 100 بتحول نسبة مئوية بكل سهولة السهلة هاي ما فيها شيء ولا بتحط خلي ده 70 بالمئة بس بدي أحط في الشكل هذا بس ما يعني ما بدها أي شيء ما بدها أي مشكلة السؤال باء عندي باء عندي باب واحد نص انا قلت لك 100 مره لسادس عشان بدي نسبه مئويه لازم يكون المقام 100 اضرب بايش عشان تعطيني 100 لو ضربنا الخمس يامس هتعطيني 10 طب حط صفر عشان اعطيك ال 100 لو ضربت الخمسه هتعطيني 10 حط صفر هتعطيك 100 زي ما ضربت المقام اضرب البسط زي ما ضربت المقام اضرب البسط بصير هون 50 على 100 اللي هي 50 بالمئة لازم اخلي المقام 100 هيك احط ببالي بقولي نسبة مئوية لازم اخلي المقام 100 غير هيك كده وشفتوا لما كان عندنا 1000 شلنا صفر حطينا فاصلة للبسط نعم بيجي على اسف هاي جيم هاي جيم اسعد هاي جيم احنا حنعمل بال حنعمل بال 3 من 10 ثلاثة من عشرة ثلاثة على عشرة ثلاثة من عشرة يعني ثلاثة على عشرة أنا بقول لك لازم المقام يكون مئة شو العدد اللي بدي أضربه بعشرة يعطيني مئة عشرة طبعا زي ما ضربت المقام لازم أضرب البسط بصير هون 30 بالمئة يعني 30 على 100 يعني 30 بالمئة كل سهولة أنا بحل أسئلتي وأنا فاهمة إيش بعمل هون عندي مس بصير عندي هون لو اكتبها هون
في الرجال نشاف ما شاء الله نشاف حول واحد وأربعة عشر واحد وأربعة عشر من مئة هتقولي واحد صحيح وأربعة عشر على مئة واحد صحيح وأربعة عشر بالمئة تساوي واحد وأربعة عشر بالمئة هحط الواحد زي ما هو واضح كأنه حطيته بالبسط أو كأني حولت العدد الكسري إلى كسري طيب مس هحاول أمحي شوية أكمل لك المراجعة أكلمنا فيها اليوم إن شاء الله نكمل المراجعة مع بعض نحاول مع بعض نكمل المراجعة تعال معي سؤال رقم احنا وصلنا لسبعة سؤال رقم سبعة اللي ستة وتسعون لا سبعة خلصنا ثمانية سبعة خلصنا ثمانية سؤال ثمانية سؤال ثمانية بيقول يجيب لي ناتج ميلي طبعا قلت لك انا الضرب اعتبر الفاصلة مش موجودة واضرب ضرب عادي بعدين نحط الفاصلة من اليمين نحط الفواصل من اليمين بنعد وبنحط الفواصل من اليمين انا باجي ورا بقول لك 365 حضربها في اثنان ممكن اضربها عمودي ممكن اضربها افقي زي ما بدك انت اعملها 2 في 5 2 في 6 12 3 كلنا بنعرف كيف نضرب ما فيش داعي اقول لك كيف تضرب 2 في 3 7 نيجي على نحط الفواصل الفاصل هاي بعد هون والفاصل هون بعد واحد اثنان ثلاث من اليمين واحد اثنان ثلاث وهون أربعة بعد المضروب المضروب عليه واحد اثنان ثلاث أربعة بقول له خليك معي تبدأ أحط الفاصلة بقول له هون واحد اثنان ثلاث أربعة بقول له واحد اثنان ثلاث بس ما في غير ثلاث ايش اتفقنا؟ نحط صفر بالشكل هذا بيطلع لي 730 من 10000 واضح؟ نيجي على باء، نيجي على باء، كل الضرب حتعود لا هاي قسمة نس، هاي قسمة. أيوة، إيش اتفقنا نس؟ اتفقنا على إيش القسمة؟ اتفقنا القسمة إني أطلع الفاصلة من المقسوم عليه، ماليش دعوة بالمقسوم، طلعت ما طلعت مش مشكلة. المهم الفاصلة ما تكونش مقسومة عليه، أنا حطلع الفاصلة كم منزلة يا مس؟ واحد اثنان صارت عدد صحيح، أهم شيء أخلي المقسوم عليه عدد صحيح، أنا خرجت الفاصلة بالشكل هذا، شايفين؟ منزلة منزلتان، هاي منزلة وهاي منزلتان، منزلتان، لكن عشان ليش عديت يا مس؟ ما أنت حتطلعيها وخلص، عديت عشان أمشي الفاصلة هون منزلة منزلتان. زي ما مشيتها هون طلعتها منزلتان حمشيها مش مشكلة طلعت ولا ما طلعت، ما بيهمني المقسوم طلع ولا ما طلع الفاصلة فيه، المهم عندي مين؟ المقسوم عليه تطلع الفاصلة، طلعت بعد منزلتان، هون بدي أمشيها كمان بعد منزلتان، بقول واحد اثنان وهي هي المنزلة اللي حطيت الفاصلة عندها، بقسم قسمة عادية طويلة يا مس أبعد شوية عن بدي اقسم قسمه طويله عاديه بالشكل هاي والفاصله مش مشكله لازم تكون مش تقولي زي الضرب اعتبرها مش موجوده لا المقسوم عليه خليها لما يجي دوره قلنا بنطلعها فوق نيجي على 15 طبعا 15 على 28 اسف على 15 ما فيش فيها الا الواحد 1 في 15 15 بضل عندي 13 بالشكل هذا اجت دور الفاصله فاصله ما بنزلها بطلعها فوق باجي على 135 بالشكل هذا انا عندي حطيت هون وحطيت هون بصير عندي 13 طبعا لا 13 ولا 12 ولا 11 ولا 10 بقى اجرب انا عندي 9 اللي هي 45 9 في 1 9 135 بالضبط عندي اللي هي 9 في 135 بعد ما عملي 8 طرح عندي الناتج طلع عندي بكل اريحيه وانا
فاصلة عادي، حتى لو فاصلة، وحتى لو فاصلة خليتها المقسوم لازم يكون عادي فاصلة. ما بقول كأني مش موجودة، لا لا ما بقدر أقول مش موجودة، حتى لو حطيتها بحطها غلط، حتى حطيتها بحطها غلط غلط، لازم الفاصلة تضلها موجودة في المقسوم، لكن أهم شيء أخرجها من المقسوم عليه. أهم شيء أخرجها زي ما اتفقنا، أخرجها من المقسوم عليه. وهذا الحكي انشرح. التقدير انت بدك تقدر يا مس. في عندي اسئله كثيره بنحاول نختصر منها. 9 تقدير انت بدك تقدر لحالك، انا حاخذ 10 صفحه 96 واقول لك جيب ناتج كل الميل بابسط صوره. قلنا الضرب او القسمه لا تحتاج لتوحيد المقامات، ولكن القسمه يحول الضرب الى القسمه الى ضرب ويقلب الثاني ويقلب الثاني. وبعيد مش تقولوا لي والله يا مس انت قلتي يقلب، مين اللي يقلب؟ الثاني. بقول مس دير بالك، وبدي بابسط صوره. ايش قلتي؟ بابسط صوره. يعني يا مس دائما حاول انك تختصر قبل 2 في 2 قلنا 4 على 43 43 والله يعني ارقام كبيره خياليه. خلينا نضربها هون. طبعا كنا بنعرف طلع الرقم 1900. تقبلش لا اثنين ولا على اربعه، الاربعه ليس لايش؟ من مضاعفات الاربعه، لا الاحاد ولا العشرات. لا تقبل على اثنين ولا اربعه. بتقولي لي يا مس بابسط صوره، ما انت قلتي طيب ابسط صوره. انا يعني اجباء ما بقدر اختصر، خلص انتهى. حتى لو قلت لك ابسط صوره وما فيها اختصار انتهى، نيجي على باء. هي لو قسمه تقلب هاي بتروح محل يصير واحد، صح؟ افتكروا بهذا الحكي صح ولا لا؟ انتبهوا على اللمس. اذا كان عدد كسري، اذا كان عدد كسري اجباري، اجباري يتحول الى كسر، اجباري بالضرب مش زي الطرح، مش زي الطرح والجمع اسف. اجباري يحول الى عدد الى كسر. 2 في 3 6 1 7 على 2 ضرب، 2 في 5 10 واحنا بنعرف يضرب المقام ينخبى عند البسط، ينجمع مع البسط. 2 في 5 10 و 4 14 على 5. عندي يا مس في اختصار؟ في اختصار عندي عشان اريح حالي شوي صغيره من اللي هو شايفين دائما قلت لك تبادلي، اعمل تبادلي، هاي تقسم على 2 وهي تقسم على 2، بصير عندي 7 على 1، 2 على 2 1، ضرب 14 على 2 7، وهون على 5. بصير عندي رقم بسيط 49 على 5. طبعا ما فيش اختصار، ممكن احوله الى عدد كسري، ممكن اخليه بالشكل هذا، ممكن احوله لعدد كسري وممكن اخليه بالشكل هذا، بس لو كان في عندي دائره وما لقيت هذا الحكي حوله لعدد كسري، ما لقيت هذا الرقم في الدائره حوله لعدد كسري. واضح؟ طيب نيجي مس سؤال. هذا جيل دائما مالي، انا بغلط بحط جيل دائما عشان لها جنب بعض. هاي باء، هاي باء اللي هي هاي اسهل شيء. باء تقسيم شو بس؟ اول شيء القسمه تحول الى ضرب، الاول كما هو، الاول كما هو القسمه تحولها الى ضرب ويقلب الثاني، ويقلب الثاني. بعيد وبزيد هذا الحكي، الثاني اللي يقلب، الاول كما هو القسمة تحول إلى ضرب يقلب الثاني. يقلب الثاني. نيجي هون بقول له الثلاثة حتروح مع الثلاثة، هون حتروح مع ثلاث، والخمسة حتروح مع الخمسة، هون واحد 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 واحد، بيطلع لي الناتج واحد صحيح. الثلاثة حتروح مع الثلاث، والخمسة حتروح مع الخمسة. خمسة على خمسة واحد، ثلاثة على ثلاثة واحد. واضح؟ أنا اختصرت قبل ما أضرب، حتى لو ضربت، ثلاثة في خمسة 15، خمسة في ثلاثة 15، 15 على 15 واحد صحيح، حتى لو ضربت، طلع لك واحد صحيح.
بس لازم تضرب وتتعب حالك، لازم تضرب وتتعب حالك. ناخذ اخر ان شاء الله السؤال، انا بديش امحي اكثر من هيك. دال، بدي اخذ اخر سؤال. دال 2 و7/9 تقسيم 5، عشان يكون تقسيم 5/8. يلا مع بعض. اول شيء قالت لي المس لازم العدد الكسري يحول الى كسر، هاي اهم شيء. 2 في 9 8/10 و7 25/9 تقسيم. القسر على طول تحول الى ضرب، واضرب في مقلوب العدد، في مقلوب العدد اللي هو الثاني، الكسر او العدد او اي شيء عندك الثاني على 5. تعالي معايا، حكينا انه تبادل، هاي تقبل على 5 وهاي تقبل على 5. خليني اخذ لون ثاني. تبادل هون، هاي تقبل على 3 على 9 على طول، وهي تقبل على 9. احنا حنعطي جدول الضرب. 25/5 تعطيني 5، 9/9 تعطيني 1. طيب 18/9 8، 5/5 1. اضرب 5 × 2 10/1 هي 10 صحيح. انا هيك بس خلصت باذن الله اللي هو المراجعه كامله، والاشياء اللي قلت لك انت بدك تحلها حلها، وبدي اياك تكتب لي واجب صفحه اللي هو اختبار ذاتي انت بدك تعمله. 97 98 98 ما عدا لا سؤال اثنين بس، 98 سؤال اثنين بس، تعمل لي بس سؤال اثنين، لا سؤال اثنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.